السلام عليكم. بالله عليكم، واش عمركم شفتوا شي استاذ في اليوتيوب كامل كيشارك هاد النتائج ديال الناس تعلموا الفرنسيه بطلاقه؟ سمعوا هاد السيده اش كتقول. صراحة مهم، أنا غنهضر على التجربة ديالي معك أستاذ حمزة. صراحة تجربة زوينة بزاف، حيت كان عندي ديما المشكل ديال العقدة ديال الفرنسية، والحمد لله واخا هاد المدة قصيرة فغيمو شفت واحد الفرق كبير بزاف. يعني كان عندي مشكل غير إلا بغيت غير نقول جملة بالفرنسي ما كنقدرش نقولها، دابا الحمد لله ولا لساني كوم يمكن يقول شحال من حاجة، ما بقاش هذيك العقدة أنني نطق شي حاجة إلا بغيت نقولها. وصراحة طريقتك طوب 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 طوب، حيت كتخليك ان فاش كتشرح بهذيك الطريقه كتطبقها على اي حاجه بغيتي تقولها بالفرنسي، فريمون الطريقه ديالك. يعني شنو بغات تقصد السيده هنا؟ يعني اي حاجه قلتها كتطبقها على اي حاجه في الحياه اليوميه؟ يعني انا عندي درس كيساوي 200 درس، صدقها ولا ما تصدقهاش، يعني مختصر الطريق لاقصى درجه. فالسيده فرحانه بزاف، حتى انت غتعلم اللغه الفرنسيه وغتشارك معايا كما شاركت معايا هي. الا بغيتي تشارك معايا صيفط لي رقم الواتساب ضروري، كنسطر عليها رقم الواتساب ضروري في اول رساله في الجيميل. هنا هذا هو الجيميل ديالي فين تراسلني، الجيميل ديالي حمزه المعلم @gmail.com، هذا هو البريد الالكتروني ديالي فين تصيفط لي ميساج. ولكن هذا الميساج ضروري خصو يكون فيه رقم الهاتف ديالك ديال الواتساب، باش نجاوبك خصني نشوف رقم الواتساب ديالك في البدايه ديال الرساله. وكتب لي من تحت رقم الهاتف، كتب لي فاش محتاج الفرنسية، شنو هو العائق اللي عندك معاه، زعما فاش انت محتاج الفرنسي. كتب لي غير بتي ميساج، غير ميساج صغير فيه انت فاش محتاج الفرنسي عادي، شي جوج سطور ولا سطر واحد فيه فاش محتاج الفرنسية ورقم الهاتف ديالك فقط، ما تطولش في الميساج، الميساج يكون غير قصير فيه غير شي سطر واحد، سطر واحد فاش محتاج فرنسي، قول لي فاش، واش في الخدمة ولا في القراية عادي، كتب لي واش في الخدمة ولا في القراية ورقم الهاتف ديالك وغنجاوبك، وعد مني. فالحمد لله، يعني الناس ديما كنحط لكم لي ريزولطا ديال الناس، الحمد لله الناس تعلموا معايا. هذا هو الجيميل ديالي حمزه المعلم @gmail.com فين تصيفط لي رقم الهاتف ديالك. نكملوا، سمعوا السيده اش كتقول. انا ديجا كنت كنشوف شي واحد كيشرح هكا بالفرونسي ولا ليكو هكا في الناس ديال يوتيوب وداكشي، ولكن ما ماشي بحال طريقتك. طريقتك تدخلني ان شاء الله الهضره، كيفاش تهضر وكيفاش تقول هاد الحاجه اللي بغيتي تقولها انت بالفرونسي، ففريمون طريقه. يعني كيفاش نبغى تقصد السيده هنا؟ يعني كندخل لك نيشان لا كومونيكاسيون ديال الحياه اليوميه، شنو كيتقال في الحياه اليوميه، وهذا الشيء اللي باغي نتايا. يعني انت ما باغيش القواعد لا كونجيغيزون لا غرامير، انا عارفك بلي باغي تهضر بطلاقه بسلاسه تولي ما عندكش مشكل. سمعتي السيده شنو كتقول؟ وهذا السيده الغريب صدق او ما تصدقش عندها اقل من شهر، اقل من شهر معي، تخيل دوز 3 شهور معي، وراه تعلموا معي 3 شهور الناس دوزوا 3 شهور تعلموا يتكلموا بطلاقه، راه ديما كنحط لكم الدليل انايا. تكمل. ناضية بزاف وانا اجباني فاش كتجي لحياتك، وكنكون جالسه مع راسي كنبغي نقول شي جمله بالفرنسي باش نشوف راسي واش فريمون بديت كنستافد، كنلقى راسي راه عرفت نركب جمله ونطقها، حيت ديجا عندي واحد الباجاج اللي حفظ. تخيل عندي طريقه في واتساب كتولي تبني الجمل راسك، وتا كتلقى راسك كدوي، تا كتلقى راسك كتكلم. كاين واحد السر، كاين واحد لو سوكري، لحقاش انا كنتعامل بذكاء، ما كنتعاملش صافي غقرر يدوز قوا، لا بذكاء. انا عندي واحد لو طالون في هذه التجربه ديالي، لحقاش الحمد لله كل واحد وشنو عطاه الله. انا كنشوف باللي ستان طالون، هذه واحد الموهبه ستان طالون، اوكي هادشي اللي نقدر نقول لك. ما تصردتش، وهذه فرصتك الوحيده بالنسبه لي، كنشوفها فرصتك الوحيده. وقف الفيديو وصيفط لي رقم الهاتف، راه كنجاوب لي ميساج اللي فيهم رقم الهاتف، صيفط لي رقم الهاتف عنك الله، رقم الهاتف وكتب لي ميساج واحد سطر واحد فيه فاش محتاج انت الفرنسي فقط، هنا في الجيميل. هذا هو الجيميل ديالي حمزه المعلم، حمزه المعلم ملاصقه، كتب الجيميل بشكل صحيح، حمزه المعلم ملاصقه بحروف صغار بحروف صغار @gmail.com. فوالا كنوعدك الا شفت رقم الهاتف في اول رساله غنجاوبك، غير صيفط لي وتهنى، غير برك على الفيديو وقفوا وخرج صيفط ليا. الله يحفظكم.